الرئيس الشاب المكلف تشكيل حكومة لبنان الأولى بعد الانتخابات النيابية الستينية يدرك تماماً بفعل 10 أعوام مع حلفائه أنه سيصطدم خلال حكمه بكتاب رسم سلوك أفراد وتاريخهم. لا باتاي سيلانسيوز، أو إنه الصراع الصامت بين مسيحيي الموالاة أي القوات اللبنانية من جهة والكتائب من جهة أخرى. ما يجمع الاثنين أنهما تلامذة مدرسة لا تقبل لا بالثنائية ولا الثلاثية، أو بالأحرى بمبدأ ما يسمى المشاركة. ولدت القوات اللبنانية من رحم الكتائب، من رحم مدرسة آحادية، وجهت ضربة قاسية لآل فرنجي وبعدها لآل شمعون، ومن ثم ابتلعت القوات بيت الجميل. والآن وبعد مرور السنوات والتبدل في الخريطة والمناخ لم تستنفد بعد طاقة التدمير الذاتي، فما تقوله السطور في الكلمات وما هو موجود ما بين السطور إنها حرب باردة موجودة بين القوات والكتائب. لم يستفد سمير جعجع من 13 عاماً في السجن، وها هو في المقابل ابن الجميل النائب سامي يعيد إحياء نظريات الجد، فلاحتواء الغريزة المسيحية يستعيد خطاب الحرب الأولى في لبنان. مشكلة القارئين في الكتاب الواحد أنهما سيطبقان لاحقاً فكر الانعزال على نفسيهما، فمن كانت تطلق على نفسها تسمية 14 أذار كانت بتركيبتها الإسلامية أي الدرزية والسنية تقرأ خلال سنوات عدة في نفس الكتاب، إلا أن أبرز القارئين فضلوا تلف صفحاته. وليد جنبلاط المقاطع للأمانة العامة لـ 14 أذار المقتضي بأقوال الفارابي الغيور على سلاح حزب الله المستحضر دائماً لخطابات الحركة الوطنية في العروبة وعبد الناصر والقضاء على الانعزال، ها هو ينفذ كل كلمة التزم بها في 11 أيار وما بعد 11 أيار. أما سعد الدين الحريري فهو يدخل ويخرج كما تشتهي رياح المملكة، وتبقى بقية الأسماء المسيحية الموالية مجرد أرقام لا تحمل أي تأثير على الكتائب والقوات. إذن هي معركة صامتة بينهما، كل منهما يخطط ليقوم بحصر إرث للآخر. إنها ثقافة قائمة فالأرض لا تحتمل قرارين. ويبقى وحده وليد جنبلاط يتبع نظرية فارسية تقول اترك خصمك لا يوصل لمحل بتمرق القطنة لا تذبحه من الوريد للوريد. فمن يراقب جيداً لا يحق له استغراب تحولات وليد جنبلاط الذي فهم جيداً روحية 11 أيار والتي لم تستطع الكتائب ولا القوات اللبنانية أن تستوعب ماذا حدث في 7 أيار وعلى ماذا رسى 11 منه.